على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان. أطلب من المجلس التصويت على القرار. تمت الموافقة على القرار. هذه المهلة التي قد تستمر إلى شهرين هي لإعطاء فرصة لبيان موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال تطبيق القرار، وكذلك فسح الطريق أمام الحكومة للتفاوض مع الجانب الأمريكي بخصوص خروجها، وكذلك التزام الحكومة في برنامجها الحكومي الذي يلزمها بتقديم سقوف زمنية إلى البرلمان العراقي وكذلك إلى الرأي العام بخصوص تواجد هذه القوات. المقاومة لا تخشى، المقاومة لا يخشى من الاستهداف ولا يخشى من الموت، لكن نحن في عملية سياسية وهناك أظراف سياسية لها علاقة بالمقاومة قد يكون تدخلت أو توسطت من أجل تهدئة الأوضاع وإعطاء فرصة لجدولة الانسحاب، كما صرح السيد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن هناك جدولة على 3 سنوات لخروج القوات الأمريكية حتى يلقمون من يتهم المقاومة حجرا أنه هو يستهدف العوائل الآمنة أو الأخطاء العسكرية اللي تحصل. لذلك امتثلوا لرأي الأصدقاء وإعطاء الفرصة لتنفيذ جدولة الانسحاب، وقد يكون هناك جدولة جديدة عكس ما جاء بها السيد الكاظمي.